هذا وبعد الاعتراف المسجل أمامكم يا سيادة الرئيس، والثقة الكاملة في عدالة المحكمة كما وقعت علينا بهذا الاعتراف عدالة السماء، فإني ألتمس من هيئة المحكمة أن تعيد النظر في الاتهام الموجه لموكلي. شكراً يا رئيس. يا محمود، التوقيع اللي في الورق ده توقيعك؟ أيوة يا سيادة الرئيس. والكلام ده ما قلتوش قبل كده ليه؟ اشمعنى جاي تقوله دلوقت؟ عشان ضميري فاق يا سيادة الرئيس، ما كنتش قادر أنام وأنا عندي إحساس إني بتهم ناس بالظلم. طب اتفضل يا محمود. يا سيادة المستشار، إذا ثبت إن المتهم اتعرض إلى أي ضغط أو إكراه، أنت عارف الإجراء بيكون إيه؟ ضغط إيه يا ريس؟ ما هو قدامك وقدامنا كلنا أهو، وإذا كان عند حضرتك حاجة سأله، عايز تقول حاجة يا أستاذ محمود؟ كله إلا الظلم يا سيادة الريس. لا يا سيادة الريس، أنا لا تعرضت لضغط ولا اضطهاد ولا أي حاجة، والكلام اللي بقوله لسيادتك ده حقيقي، ودي أقوالي. يا أستاذ طارق، تحب تعقب بأي كلام في الموقف ده؟ بعد إذنك يا سيادة الرئيس، بعد إذنك. أنا موافق على كلام الأستاذ محمود. الأستاذ محمود مش قادر ينام ولا يرتاح. طب وهينام ويرتاح إزاي؟ هو في باله هم بيته وهم عياله، وفلوس المواصلات وأجرة الدرس وتمن رغيف العيش. إنما إزاي يا سيادة الرئيس؟ هو في جيبه ألف إيد. إيد بتسرق وإيد بتنهب وإيد عايزة مصلحة وإيد بتخطف. وفي وسط الايادي ده يا سياده الرئيس مفيش ايد بتطبطب ولا ايد بتريح. انما ازاي يا سياده الرئيس هو مش قادر يبص في وش عياله، ولا عياله قادره تبص في وشه؟ يا سياده الرئيس، لو الاستاذ محمود سرق فعلا تبقى الفلوس فين؟ الفلوس فين يا عم محمود؟ انا اقول لكم الفلوس فين. الفلوس تحت المخده، تحت المراتب، مخدات ومراتب الصنهور يا سيادة الرئيس، اللي حشوها فلوس من شقانا ومن تعبنا. يا سيادة الرئيس بعد إذنك، يا ريت الأستاذ طارق يقول كلام له علاقة بالقضية. أنا فايت محكمة يا أستاذ طارق، مش في الشارع اللي بتقف تجعجع فيه وفاكر إنك هتتحايل على القانون بوقفتك دي. أستاذ طارق بعد إذنك، لو عندك كلام يفيد في موضوع القضية قوله، إنما يا ريت ما تتوهناش معاك. عندك حق يا عم محمود، عندك حق تسرق إن سرقت، عندك حق تقتل لو قتلت، عندك حق تعمل اي حاجه ما دام مفيش حد بيساعدك ولا واقف جنبك، وانت جعان معوق مرمي جنب الرصيف، محدش هيساعدك. مفيش في ايدك غيرك تقول يا رب، ترفع ايدك وتقول يا رب، يا رب افرجها من عندك. وانا بقول لك اطمن يا عم محمود، فرجه قريب، فرجه قريب، وكل اللي سرق من عمر شبابه ومن عمرنا هيدفع ثمن سرقته ده من دمه ومن حسرته، من دمه ومن حسرته. سيادة الرئيس، أنا بنادي باسم القانون وباسم العدالة في كل الشوارع والبيوت وفي كل مكان فيك يا مصر، وبقول من هنا كلنا مصر، بقول اصحي يا مصر، كلنا مصر، كلنا مصر. ازيك يا مريم، عامله ايه الاخبار؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. انت ما بتردش عليا ليه؟ انا كلمتك اكتر من مره وبعت لك على الفيسبوك وبرده ما بتردش عليا. معلش يا مريم، انا اسف والله، بس انا اصلي مشغول شويه زي ما انت عارفه اليومين دول بسبب موضوع احمد والوقفه اللي في الشارع. انت عارفه كمان الظروف اللي احنا بنعيشها عامله ازاي. انا فاهمه، انا حتى كلمتك عشان كنت عايزه اجي. طبعا تقدري تيجي في اي وقت طبعا، بس خلينا نتكلم الوقفه اللي جايه وانا هقول لك امتى بالظبط تيجي. محمد، أنا عارفة إن أنت زعلان مني، بس صدقني اللي عملناه ساعتها ده كان هو الصح. أنا آسفة لو أنت لسه متضايق. مريم، أنت بتعملي إيه؟ ما ينفعش تعتذري أصلاً. بالعكس، أنا اللي المفروض أشكرك. أنت عارفة يا مريم اللي أنت عملتيه ده بسببه حصل إيه؟ عرفت إن في صحف في حياتي بجد، وعرفت كمان إن بلدي دي عبارة عن سجن كبير قوي، وفي ناس جوه السجن دوت
عايشين انطف بكتير قوي من الناس اللي بره. ما ينفعش تعتذر يا مريم، ما ينفعش. انا اذنك عشان انا مضطر امشي دلوقتي. انت فين يا عم انت؟ مين الموزه دي؟ مين دياد؟ دي حكايه وما كملتش. طب اكملها انا. اركب يا روم اركب. ايه يا عم النجم؟ اكلمك في التليفون ما تردش عليا، واروح لك البيت امك تبقى قاعد في الجامعه عشان اشوفك. ايه يا عم الحوارات دي؟ بقول لك يا خالد ما تاخدنيش في دوكا. انا زعلان منك. زعلان مني انا؟ في حد يزعل من اخوه؟ انت ما جيتش الوقفه ليه؟ عشان الوقفه مش هترجع احمد قاسم تاني. ايوه بس ممكن ترجع حقه لو راح حضر. ايوه قلت لي بقى عاوز تجيب حق اخوك صح؟ تبقى تسمع كلامي وسيبك بقى من طارق وكلام ضد الحكومه وكلام الفارغ بتاعه ده. ازاي يعني؟ يعني هنروح مشوار دلوقتي. هنروح فين؟ ما انا قلت لك يا عم هنروح نجيب حق اخوك. ماشي ماشي بس احكي لي بقى مين المؤذى دي؟ الله. ودوه على اوضه العمليات بالراحه. ايه مالك يا حبيبي؟ بالراحه يا ابني. الف سلامه. مالها يا انور؟ عملت لها ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه يا محمود ولا حاجه، ده طبيعي. العمليه مأثره عليها طبعا. وبعدين انا مش عايز ادي لها مسكنات عشان الجنين اللي في بطنها. طب هتعملوا ايه؟ ارجوك ما تقلقش يا محمود وثق فيا شويه. انا لو حسيت ان فرح في خطر مش هضحي بيها مهما حصل. طب والجنين هجرى له حاجه؟ ايه هجرى له حاجه؟ ايه يا محمود في ايه؟ انت مش كنت عايز تسقط الجنين ده؟ لا لا انور، انا في عرض اي حاجه الا اني اقتل او اعمل اي غلط. انا كفايه ان بنتي رجعت لي. الحمد لله ان شاء الله هتقوم بالسلام. اتفضلي يا مني. متشكره. في حاجة في العقد؟ لا أبداً، من كتر ما فيهوش حاجة حاسة إنه طالع من عندي في المكتب، إن جابر اللي كاتبه. تخيلي كان يبقى شيء جميل جداً لو الأستاذ جابر معانا في القعدة دي. علشان هو اللي كتب العقد؟ أنا اللي قلت له ما يجيش، عشان خاطر ما أحرجكش. لا في الحقيقة أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه. بقول لك إيه يا شوقي؟ ولا جمل؟ ولا اللي مشغلك؟ مش فارقة. أنا فاهمك قصدي كويس أوي. أنتوا ضحكتوا على أحمد قاسم ودخلتوه معاكم موضوع الموتوسيكلات والمخازن والمخدرات. وعشان كده عايزين تشاركوني في التوكيل. ولما هو قرر يقول لي أنتوا قتلتوه. فهمت؟ بتموتي في التحقيقات. مدام ليلى، إذا كان عندك أي اتهام لازم يبقى فيه دليل. أو على الأقل تقدري تثبتي الكلام اللي أنت بتقوليه. زي ما أنت شايفة أنا مجرد وسيط. وانا ما بعملش شغل مع عصام مصر، وبالذات اللي قتله احمد قاسم. احمد قاسم تاجر المخدرات؟ ما تقولش عليه تاجر مخدرات، ولما تجيب سيرته تترحم عليه، ولا انت هتكذب وتصدق الكذبه بتاعتك. روح بلغ اللي مشغلينك ان انا مش همضي العقد بتاعه. مدام ليلى، الظاهر انك ما بتتعلميش من اللي بيحصل لاصحابك. اوعى تفتكر اللي حصل لساره هانم مجرد صدفه او غلطه او حصل خير. لا، دي كانت قرصه. قرصة وصح. انتي درستي قرصة قبل كده؟ اللي جاي سوري انا ما اضمنوش. ايه يا عمور؟ مزعل تيتا وجدو ليه؟ ده يا حبيبي ماشي خلاص روح النادي. أنا هكلمك. باي يا حبيبي، على الأرض. باي. تمام يا فندم، الأستاذ عصام شعلي. هاتوا يا ابني. السلام عليكم يا شريف بيه. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. شكرا. تشرب ايه؟ لا متشكر، ملوش لزوم، انا مش هعطل سعادتك. احسن خير.
الأستاذ خالد طالب التصالح مع سعادتك. إيه؟ طالب إيه؟ طالب التصالح مع سعادتك. تصالح إيه؟ تصالح إيه يا أستاذ؟ يعني إيه؟ عايز يراضيني بالفلوس؟ عايزين ترضوني عن مراتي؟ انتوا مجانين؟ ارجوك ارجوك يا شريف ايه انك تهدى؟ ارجوك انا عارف طبعا ان الموضوع سخيف ومش مفروض ان انا اجي اتكلم مع سعادتك في حاجه زي كده، بس ارجوك تعذرني، انا مجرد رسول وما على الرسول الا البلاغ. شريف ايه؟ انا عايزك بس تفكر بشويه منطق. وأرجوك يعني بعد إذنك ورغم إني محامي الأستاذ خالد أرجوك تعتبرني صديق. أنا هقرب الصورة لسعادتك. الأستاذ خالد فعلا متأثر باللي حصل. هو جاد جدا في طلب التصالح والتراضي معاك. أنا مش موافق. أيوه ده آخر كلام عندي، وحضرتك عندك مشاغل كتيرة أكيد. اتفضل. عموما ده قرارك. وأنت حر. بس أنا هدي برضه لحضرتك فرصة وأرجوك تفكر لأن الوقت بيجري. الطار والانتقام مش هيرجعوا لفعل شريفين. أرجوك فكر في عمر ابنك. أستاذ طارق أنا كنت عايز استنى لو سمحت. هذا وتتزايد الاحتجاجات والاعتصامات من عمال مصانع الأسمنت حيث دخلت أسبوعها الثاني، وقد أعلنت نقابة العمال المصرية تضامنها مع الاعتصامات لتتزايد وتتصاعد حدة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. خايف ليه؟ هو فاضي لينا إيه؟ يا ستي إحنا مش ماشيين من هنا غير لما ناخد حقوقنا وحقوق الشعب اللي إحنا عماله. أرجع بيت إزاي؟ ده عم حسين. أيوه ده يا عم حسين. الراجل ده انا مش عارف اساعده، مش عارف. في التلفزيون ده ليه؟ في ليه؟ قفلي وروحي ده ليه؟ قفلي وروحي يلا. والنبي ما تضايق روحك. سلام. النهاردة جاية مش عشان نفسي ولا عشان ابني اللي مات ولا عشان كريم اللي مش عارفة أشوفه. أنا النهاردة جاية عشان أقول لك إني آسفة. آسفة إني يأست وكرهت بلدي وفكرتش غير في نفسي ونسيت رحمتك وحبك لينا. أنا عندي طلب واحد يا رب، طلب واحد بس، تنجينا من الظلم اللي احنا عايشين فيه بقى، تنجينا يا رب. لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض يا رب. كان لازم أخبي عليك، ما جاليش قلب أحكي لك. لا يا سارة ما تخبيش عني أي حاجة، من ربنا هداني وعرفت إن مفيش حاجة بتحصل بالصدفة في الدنيا. ربنا ما خلقش الدنيا دي عبس يا بنتي ولو حكمة في ترتيبه، إحنا بس اللي بنتعب نفسينا عشان نفرق بين البصر والبصيرة. أنا مبقتش عارفة أنا عايزة إيه. الأول كان نفسي أبعد وأسافر وأهرب، مكنتش قادرة أستحمل كل اللي بشوفه حواليا، ودلوقتي شايفة إني لو سافرت هفضل طول عمري ندمان، ندمان إني معرفتش أقف وأخد حقي. لا يا بنتي ما تقوليش كده، ما تفكريش بالطريقة دي. طب خليني أقول لك حاجة، تخيلي إنك أعظم رسامة في الدنيا ورسمتي لوحة جميلة جدا جدا
بس لا بتتكلم ولا بتنطق، وجه واحد وشخبط لك عليها، مش أكيد حتزعلي منه؟ إنما بقى إحنا ربنا خلقنا في أجمل صورة، وإحنا إحنا اللي بنلخبط الصورة دي. أكيد ربنا ربنا عارف إن إحنا بنحس وبنتكلم وبنملى الدنيا، مش ممكن يكون عايز يشوفنا وإحنا زعلانين؟ سارة، اعملي اللي قلبك يحس بيه واللي يمليه عليك ضميرك. طالما إن حب ربنا في قلبك موجود، هو أكيد مش هيتخلى عنك، وأكيد هيبقى جنبك. صلي، قربي من ربنا وهو اللي هيحل لك كل مشاكلك. صلي وادعيه، ادعي له. خليك انت في اولي كده لحد لما هقع فعلا وهتسحل في الشارع. وانت ايش دمانك بقى؟ والله حرام عليك، ده باع عربيته عشان يشتري موتوسيكل ده يا مدام ليلى. خلاص بقى، معلش لو باع العربيه خليه يشتري الموتوسيكل، ان شاء الله خير، ما تقلقيش انت. بس تعرفي حضرتك، انا من زمان من وانا صغير وانا نفسي ومنى عيني اجيب موتوسيكل، فضلت احوش لحد لما جبت موتوسيكل صيني صغير. وافرض بقى جبت الموتوسيكل ومت وانت بتقع من عليه، اعمل انا ساعتها ايه بقى؟ انت ايه، ما شفتش اللي حصل لاحمد قاسم؟ احمد قاسم مات من ضرب الشرطه، وانت عارفه كده كويس. لا، احمد قاسم مات لما وقع من على الموتوسيكل والناس حبت تشيله وتساعده، بس هو النزيف كان شديد قوي. نزيف ايه يا بنتي؟ حرام عليكي، ده انت شايفه الفيديوهات بنفسك، موت وعلقه في الشارع لحد لما شبع موت. قولي له حاجه بقى يا مدام ليلى. اقول له ايه؟ الموتوسيكل فكره كويسه، بس على موضوع قاسم، على فكره انا شايفه ان حضرتك غلطانه. افتكر ان هو لو كان مات موت عاديه ولا كان مجرم زي ما الناس بتقول، ما كانتش الدنيا كلها وقفت علشانه. قوليلها، وكمان الهانم مش عاجبها اللي انا بنزل الشارع في المظاهرات وبقول رايي في الفيسبوك. خليك كده لحد ما يقبضوا عليك. صباح الخير. اخيرا قررت تظهر؟ معلش اتاخرت شويه، اللي بيحصل وكريم والقبض عليه. انت شفت كريم؟ لا، تحول للنيابه على طول، انما اكيد هشوفه في السجن. انت ليه بتقول سجن؟ انت بجد مصدق موضوع المخدرات؟ مش مهم انا اصدق او ما اصدقش، المهم النيابه تصدق. عموما لسه قدامه شويه وقت لغايه ما يتاخد قرار في قضيته. انا لو كان حد قال لي من كام شهر ان ده هيحصل كنت هقول عليه مجنون. محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. شريف فيك ايه؟ ليلى، انت اسمك دخل في قضيه احمد قاسم، واحتمال النيابه تطلع قرار بالقبض عليكي. يقبضوا عليا انا ليه؟ الموتوسيكلات اللي كانت بتتشحن كل الشحنات دي كان فيها مخدرات. طب ما انت عارف ان انا ماليش دعوه بالمخدرات. اكيد يا ليلى، قصدي انه كريم جورج ما قالكيش ان محمود اعترف بكل حاجه قبل ما يتقتل في شقته. طب ما يقول لي. ليلى، انا عايزك تفكري كويس قبل ما تقولي اي حاجه في النيابه، ارجوكي، انا خايف عليكي. الموضوع مش سهل، الموضوع مش هقول لك في ناس تقال، لا لا، الموضوع ابعد من كده بكتير. ناس ما نقدرش نوصل لها. واللي يوصلك ليهم؟ ستاند باي يا جماعه. استاذ كمال تمام؟ تمام. استاذ صورة اوكي؟ تمام. خمس ثواني على الهواء يا اساتذه. 5 4 3 2. مساء الخير يا مدام ساره، منورانا النهارده. متشكره قوي، انا فرحانه انك اديتني الفرصه دي. ما تقوليش كده، ده شرف ليا انك تبقي معايا في البرنامج. لازم الناس كلها تعرف الحقيقة. اه فعلا، لازم. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ ايه ده؟ هو ده الكلب؟ ده تحفة، ده أحلى من أي حاجة تخيلتها في حياتي.
معقول احمد اخويا كان عنده كل المكان ده كله لوحده؟ لا ايوه يا سيدي، ده مكانه بس مش لوحده. اه عارف، حسام المصري معاه فيه. حسام المصري مين بس يا عم؟ الكامب دوت باسم احمد قاسم وباسمي. باسمك؟ امال انت فاكر ايه؟ اكس كان شاكك في حسام وكان حاسس انه بيلعب بيه، عشان كده اتفقنا نسجل الكامب دوت باسمنا. طب وحسام؟ حسام كان كل عليه خش بالارض وخلاص، الارض راحت منه. اه الارض دلوقتي بقت ملك فرح طرابيل. لا برضه الارض بقت باسمي انا. وبقى على اللخبطه دي يا خالد بتاعتك ازاي بس؟ مالكش دعوه ازاي، انا اتصرفت. المهم اخوك كتب كل نصيبه باسمك. ايه باسم انا؟ ايوه يا حمار، ما هو اخوك كان بيحبك، كان بيحبك اكتر حاجه في الدنيا، عشان كده احنا بنحبك. الله يرحمه. الله يرحمه. الارض دي ملكك يا محمد، انا مش هسيب حق اخوك يضيع فيها. خالد انا بجد مش عارف اقولك ايه. انت اخويا اعتبرني اكس يا دوك. رايح فين يا حمار؟ ده حلو قوي. ايوه انت النواره اللي نورت البيت اللي كان مظلم ده. انت احلى حاجه حصلت في حياتنا. فعلا والله احلى حاجه حصلت في حياتنا. انا ما عملتش حاجه يا انكل، انا بس بحبكم قوي وصعبان عليا ان انا اشوفكم قاعدين ساكتين وانتوا قعدتكم ما كانش يتشبع منها ما بتخلصش. في حد يشبع من طنط ساعات؟ الحمد لله ان شاء الله ربنا يدينا على قد نيتنا. قومي يا ساعات، قومي يلا غيري هدومك. خلينا لبكره، الوقت متاخر قوي. حلاوتها في حموتك، هنخرج انا وانتي وملك وسماح. خليك يا انكل انا هقوم افتح. ها هتوديني فين؟ هتاكلني حلبسه على الكتب؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ صحفيه بتتكلم عن احمد في التلفزيون. انا قررت انزل تقرير الطب الشرعي بتاع احمد قاسم الحقيقي عشان الناس كلها لازم تعرف الحقيقة. قولي كل الحقيقة. أحمد قاسم ما ماتش من الحادثة، ولا حتى الضباط كانوا بيدافعوا على نفسهم مني. أنا أعرف أحمد قاسم من 7 سنين، هو اللي شجعني على الكتابة وهو اللي علمني ازاي احب الناس واعرفهم كويس. اللي يعرف احمد قاسم كويس مستحيل يقول عليه مجرم ولا حتى تاجر مخدرات. بس يا سارة النيابه واعتراف الشهود جددوا في القضيه. ازاي بتطلب مننا نصدق شهود على واحد ميت واحنا اللي عارفينه كويس قوي عايشين؟ اللي كان بيحاول يتكلم كانوا بيسكتوه بيقتلوه، وزي ما احمد قاسم كان ناوي يرجع ويقول الحقيقه ويفضحهم كلهم وقتلوه كانوا عايزين يقتلوني. كملي. وموتوا ابني اللي انا اصلا ما كنتش عارفه انه جاي الدنيا، واظن ان ده بقى ما عمل لهمش اي حاجه، يعني ما اعتقدش ان هو لحق يعمل لهم حاجه عشان يموتوه. كلام حضرتك ده لو له دلائل يبقى احنا قدام قضيه كبيره قوي، ده اتهام علنا دلوقتي حالا. انا مستعد اشهد باي حاجه حتى لو مفيش دليل. انا كل اللي طالباه من الناس ان هي تصدق باحساسها، عايزاهم يبصوا على الشوارع يشوفوا الناس اللي نايمين على الرصيفه. فين حق المواطن المصري؟ فين؟ فين حقه لما كان بيغرق في البحر وهو هربان من بلده ولا حتى راجع لها؟ فين حقه لما القطر اتقلب بيه؟ فين حقه لما كان بيموت من الجوع بره بلده ومحدش كان بيساعده؟ وفين حقه لما مات جوه البلد في طابور العيش وبرده محدش ساعده؟ يعني عيلة الجمل هما اللي عملوا كده؟ بص انا قلت لك كل حاجه، عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني انت حر. ليلى انا طبعا مصدقك طبعا، وحتى لو حاولوا يلبسوك القضيه انا معاكي. أنا مش عايزة أدخلك طرف في موضوع يأذيك. عمر الحق ما يأذي.
انا ما بخافش شريف. انا ما بقتش قادره حد تاني يتاذي بسببي. ما تقوليش كده، ان شاء الله خير. خير اوكي. طيب أنا. في يا ريتنا اتقابلنا قبل كده. مش يمكن اتقابلنا قبل كده وانت ما خدتش بالك؟ لا لا، احنا لسه ما اتقابلناش. ممكن المايه بتاعتك. خلي بالك على نفسك. أنا عن نفسي بضم صوتي للمحامي طارق الشمرلي اللي بيدافع عن حق أحمد قاسم، وفي وجهة نظري هو ما بيدافعش عن حق أحمد قاسم، هو بيدافع عن حقنا كلنا وعن حق كل مواطن مصري. وأنا كمان. بس يا مهبوش خلينا نتفرج. رسالة إن أنت بتدافع عننا كلنا، أنت مش بتدافع عن المواطن المجهول إكس، أنت بتدافع عن كل مواطن فينا. وكلنا بنضم صوتنا ليكوا يا مدام سارة، وبنناشد ضمير كل مسؤول في مصر، أرجوك أن تنظروا للمواطن المصري بعيداً عن أي اعتبار. بشكرك يا مدام سارة ونتقابل بكرة. السلام عليكم. أهلا يا محبوح. طلعت إيه بقى يا باشا لو اتكشفت؟ هيروح فيها رقبة مين؟ خايف ولا إيه يا محبوح؟ مش مسألة خوف يا باشا ولا حاجة، بس سيادة خليك مكاني يعني. برادة كوركة، جايبني على ما أنا وش إيه؟ يا ريس العنف ده أنا مش قدك. لمؤاخزة يا ريس، أنت من ساعة ما كلفتني بالمأمورية دي وأنا شايف عربيات خارجة وعربيات فخمة. يا لحظة في إيه؟ لمؤاخزة يعني معاهم ناس كمان إيه؟ يافت أوي يا باشا. خلاص اتخرس. غلطان أنا يا ريس؟ غلطان انا يا ريس؟ غلطان انا يا ريس؟ بس انا صايد دراستي تقيله عشان صحابنا يتعلم لما يجي له المرسال ما يتكلمش كتير. مش بس المرسال يا عبد الرحيم، انما لما يحب يسال ما يسالش ورا لحم كتافه من خيرهم. اه ما هو اتجنن اللي بيسال على الباشا. مش بس الباشا يا عبد الرحيم، شريف بيه الجوهري بيدور ورا عيلة الجمل. محبوح خد الواد ده دخله الاسطبل، مش عايز حد يعطر في مكانه. خلي بالك رجالتك مفيش واحد منهم يفتح بقه، فاهم؟ حاضر يا ريس فاهم. يلا يا ابني نزل الواد ده. يا نهار اسود، ده ابن الظابط شريف. الظابط شريف؟ طب واحنا ايه موقفنا في حاجه زي دي؟ طالما الدنيا كده بقى يبقى خطف بخطف. تعال هدا كوركة. أمور الولد بس كده كله تمام. رجل شوف ايه وأمن نفسك. ايه يا اسطى؟ واقف قلب الطريق كده ليه؟ لا مؤاخذة شكلها كده البطارية وقعت ونامت. بقول لك ايه؟ اقف مكانك وما تزعلنيش منك. ها؟ الله. ايه يا ابني ما تخلص عشان نشوف اكل عيشنا؟ في ايه؟ اخلص. ايه يا اسطى في ايه؟ يبقى سلمنا على امك يا محبوح. شيلوا مالك يا ورك؟ اشيل مين؟ اشيل الناس دي كلها. اخلص يا ابني، ده بني ادم جنبهم. وانا اللي كهربتهم. اخلص يا ايوه حسن. يعني ايه رشاد رفض؟ لا 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 لا، انا عايز احقق مع اي واحد من عيله الجمل. ما اعرفش يا حسن اتصرف. سلام. ساره طلعت ب100 راجل. طبعا يا استاذ، دول موتوا ابنها ضناه.
ده انا والنعمه لو كنت منها لو كنت طلعت عليهم واحد واحد وكلتهم كده هم بسنين. لا يا دليلة مش ده الحل. لا هو ده هو الحل يا استاذ. لو الناس اللي فوق دول هم مش حاسين بالناس اللي تحت يبقى لازم نطلع لهم. وهو يمكن يعزمونا على حاجه ساقعه بفلوسنا نشربها. امي كانت بتقول لي اللي واكل حقك وما انتش قادر عليه زوره يمكن تطلع بعشوه. لا امي كانت جعانه شويه ولا حاجه. خليكي مطرحك. اروح اجيب ايه دلهون احسن يمكن يبقوا امن الدوله. خليكي مطرحك صوتي اسهل. صوتي يا دليل. السلام عليكم يا استاذ طارق. اهلا. اهلا يا عم حسين. خطوه عزيزه. اتفضلوا يا شباب. اتفضلوا اتفضلوا. ايه يا رجاله؟ انتوا ايه فكيتوا الاعتصام ولا ايه؟ لا لا يا استاذ طارق ما خلاص ما عادش فيها رجوع. احنا ما فيش قدامنا غير حاجه من الاثنين. يا نموت يا نرجع ومعانا حقنا. شفت يا استاذ؟ استنى يا دليل استنى. الشباب معانا في الوقفه وكانوا بيسالوا عليك يا استاذ طارق. انا اسمي عبد الخالق عز وده ايمن من السويس واخونا مايكل من اسكندريه. اهلا وسهلا يا جماعه. اهلا وسهلا. انا تحت امركم في اي حاجه. العفو يا استاذ. احنا جايين نقول لك ان انا معاك. ايمن ومايكل جايين بالنيابه عن شباب السويس واسكندريه وانا جاي بالنيابه عن كل روابط الفيسبوك. حضرتك المواطن اكس بقى بالنسبه لنا هدف بيحركنا. كلنا عايزينك معانا. احنا كلنا معاك يا استاذ طارق. مش عارف بصراحة أنا يعني هعمل معاكوا إيه بالظبط؟ تبقى معانا في الوقفة يا أستاذ، وقفة شعب مصر، الله، مش أنت الصبح في المحكمة ناديت مصر باسم القانون، وهي مصر لبت يا أستاذ، وبعتتنا عشان نقول لك عمال مصر مستنيينك، ومش العمال وبس، شعب مصر كله واقف وراك. دي دخلت لك الميه وشويه اشغل لك الكهرباء عشان تعرف ان انا احسن من الحكومه اللي انت شغال معاها. كده تبقى حفرت قبرك بايدك احسن من مصري. ليه بس؟ ده النهارده جاي ابسطك وادلعك وازغزغك. كهرباء يا ابني! كهرباء! ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ واحده كده في الهادي، مين اللي قتل محمد رجب؟ معرفش. مين اللي قتل محمد رجب؟ بقول لك معرفش. طيب واحدة كده جايز تعرف. مين اللي قتل محمد رجب؟ انا اللي قتلته. ومين اللي قال لك تعمل كده؟ معرفش. معرفش اسمه. يعني مش القناوي ولا شوقي حسين؟ لا معرفش. طب كده تعرف ولا لا؟ هم قالوا لي إن الباشا هو اللي طلب كده. مين الباشا ده؟ أنا معرفوش. أنا بنفذ الأوامر وبس. وهما اللي قالوا لك بقى تخطف ابن ظابط شريف مش كده؟ شوقي حسين وقناوي هما اللي قالوا لي. معلش آخر واحدة عشان كنت دخلت لك المية والكهرباء يبقى فاضل لك انخياز. خلاص بقى ما أنا اعترفت لك بكل حاجة. معلش واحدة بس عشان الباشا. يا كوركا قور يا باشا. صور يا كوركا. اديله.